الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي قال بأن من قصف المستشفى هم حماس. ألا تعتقد بأن الجهات التحقيقية عاجلا أم آجلا ستكتشف من الذي قصف مستشفى المعمداني؟ هل على غرار ما تم في الحروب السابقة من كشف لحقائق ربما حصلت، لماذا هذا الإصرار الإسرائيلي برأيك عن التنصل عن قصف هذه المستشفى؟ أنا باعتقادي عندما هو واجه وجابه الرأي العام العالمي القريب والبعيد المؤيد والغير مؤيد، نظرنا وجدنا أنه رئيس وزراء كندا أدان هذا الهجمة الوحشية على هذا المستشفى، نعم. وزير خارجية إسبانيا كذلك، الكثير من صناع القرار في الغرب أدانوا قضية هذه الضربة على المستشفى. هذا الفعل الذي قامت به إسرائيل تريد أن توصل رسالة لأهل غزة بأن لا مكان لهم في هذه المنطقة، نعم. وبالتالي قضية الضرب هذا المستشفى لن يحقق للكيان الإسرائيلي أي هدف من أهدافه في هذا الجانب. لكن إذا نظرنا إلى الرواية الإسرائيلية عندما حذرت المستشفيات وطلبت منها ترحيل مرضاها وجرحاها وغيره عدة مرات، هذا يعني أن الرواية الإسرائيلية متخبطة وأن هناك كان نية مبيتة لقصف المستشفيات، وهذا ما تم بالفعل. وبالتالي إذا راجعنا جميع التصريحات الجيش الكيان الاحتلال الإسرائيلي كيف أنه حذر وأنه قال سيضرب هذه المستشفيات ومن ثم يتنصل ويقول أنه هذا أحد صواريخ المقاومة، قضية التحقيق ولجان التحقيق يعني لن تتأخر طويلا. صحيفة وول ستريت جورنال قالت أن القذيفة التي ضربت المستشفى هي MK84، يعني MK 84، وبالتالي هي من الأسلحة الأمريكية التي زودت فيها الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي. المقاومة حتى لو كان هناك خطأ في الصاروخ لن يصل إلى هذا الدمار الشامل. شاهدنا الصواريخ التي وصلت وأصابت في تل أبيب أو في عسقلان أو في غيره، تأثيرها لا يعني لا نستطيع أن نساويه بالتأثير الذي تم في المستشفى المعمداني. وبالتالي هذه القضية محسومة، لكن هي تريد أن تتنصل، لكن صعب، لأن جمع جميع التصريحات من الجيش الكيان الإسرائيلي وما هددت به يفضي إلى معرفة من قام بهذا الفعل. وهذا الفعل يعني قامت فيه هذا الكيان الإسرائيلي ليزيد مزيد من الجراحات والآلام، نعم. للشعب الفلسطيني، ومعظمهم هذول هجروا من الشمال، وبالتالي دلالة أنه إذا هجرت من الشمال ستكون آمن في الجنوب أو في الوسط هذا كلام يعني غير دقيق وغير صحيح، وبالتالي سيثبت الأشقاء الفلسطينيين في أماكنهم.